السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي، قناة كوزين ملك أرت. واليوم ملك غادي توجد لكم واحد الطبق اللي هو سهل ونفس الوقت بنين. بقوا معنا باش تشوفوا الطبق وتشوفوا المقادير اللي غادي نوجدوا بها الطبق. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وبارطاجيو الفيديو باش تكبر القناة. بقوا معنا باش تشوفوا الفيديو. Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale, canale Cuisine Malak Arts. Oggi Malak vi proporrà un piatto molto buono e nello stesso tempo semplice. E il piatto è ali di razza al forno. Rimanete con noi per vedere la ricetta. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace. Salam, Cuisine Malak. مرحبا بكم وجرا كتوموند يوما غادي تايبو حوت فناي الحوتة ورينا الحوتة هيا اوكي عندنا هنا الراية راية هنا شنو عندنا المقادير شنو هذا سي ليمون ليمون الحامض حامض وهذا زيت زيت اوكي كيف ما كتشوفوا عندنا هنا الحوت هنا عندنا الحامض وي بواسون الحامض زيت العود هنا عندنا الزعتره كاين الزعتر وكاين هنايا اليازير مخلط مع الثوم والملح يعني ما محتاجينش الملح وهذه ليربا تشيبولينا سيبولات غنقول مقادير بالطاليانيه كوي ابيامو الي دي راتسا ليمونه اوريغانو روزمارينو كون تشيبول سكوزاتي كون اليو اي ساله olio d'oliva, timo, erba cipollina. شنو هذا؟ حمد اوكي غادي خلطو اوكي يدير الحوت دابا سالينا يدرا فلان فوالا حوتة تعبت ملاك سلام عليكم باي باي بأن هذا الفيديو نال إعجابكم وإذا عجبكم ما تغفلوش علينا بلايك بارطاجيو هذا الفيديو إن شاء الله باش تكبر القناة ونمشيو إن شاء الله في الفن
se vi è piaciuto il nostro video non dimenticate di fare mi piace e condividete il video. Ciao e al prossimo video!